بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ميس إيمان، مدرسة الماس في مدرسة عنيزة الأهلية المسار المصري. إن شاء الله النهاردة هنكمل عن ليسون 4 اللي هو lateral area and total area for the cuboid. تمام، احنا خدنا في المدرسة الكيوب، النهاردة هناخد الكيوبويد. طب تعالوا نفتكر مع بعض كده، كان الكيوبويد شكله ايه؟ تمام، عندي كده اللي ظهر قدامي ده عبارة عن كيوبويد. طب تعالوا نفتكر كده كان عنده ايه الكيوبويد. عنده 3 dimension اللي هو عبارة عن اللينث والويدث والايه والهايت. تمام، يبقى ده كان عبارة عن اللينث ودوت الويدث ودوت الهايت. تمام، كان عنده ايه كمان؟ كان عنده اللي هو الايت vertices اللي هو الثمان رؤوس اللي هي عبارة عن ديت الفيرتكس اللي هي عبارة عن ايه؟ اللي هي الانترسيكشن ما بين الايه سايدز او الايدجز. تمام، يبقى انا عندي كده 4 فوق و 4 تحت. تمام، طيب وايه كمان؟ الفيسز عنده 6 فيسز اللي هو دوت واللي قصاده الناحية التانية، وعندي يبقى كده 2 واللي فوق ده كده 3 واللي تحتيه اللي قصاده يبقى كده 4 وده 5 واللي قصاده هناك يبقى كده 6. طيب وكان ايه كمان عنده؟ عنده ايه 12 edges، والedges ديت اللي هي عبارة عن الحواف او السايد بتاعته السايدز كلها، يبقى دي كده عبارة عن ايه edges. يبقى انا عندي كده دي 4 وفي تحت كمان 4 يبقى كده 8، وعندي كده 8 اللي هم ايه داير ما يدور كده، يبقى عندي كده 12 edges. وقال عندي ان h2 opposite faces equal in area، يعني كل وجهين متقابلين مساحتهم متساوية. يعني التريانجل ده كده او الريكتانجل ده معذرة، الاريا بتاعت الريكتانجل اللي قصاده زيه بالظبط. تمام، وكذلك الريكتانجل ده واللي قصاده والريكتانجل اللي فوق والريكتانجل اللي تحت. تمام، يبقى دي مراجعة سريعة كده على البروبرتيز اوف ايه كيوبويد. تمام، طيب تعالوا كده نراجع برضو على القوانين ديت. ان البارامتر اوف بيز، وعارفين طبعا البيز بتاعته هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريكتانجل. تمام، اي وجه من الاوجه بتاعته هي عبارة عن ايه؟ عن ريكتانجل. تمام، والبيز بتاعته لو احنا قلنا البارامتر بتاعته قلنا اللي هي عبارة عن اللينث بلس الويدز ملتبلاي 2، يبقى اللينث بلس الويدز ده كله في براكت ملتبلاي 2، يبقى ده كده البارامتر اوف بيز. طب الاريا اوف بيز المساحه عباره عن اللينث ملتبلاي الويدث. اكسلنت. تمام، طيب تعالوا نشوف القانون اللي بعده. الفوليوم اللي احنا اخدناه الترم الاولاني كان عباره عن ايه؟ كان العباره عن الملتبلاي بتاع ال 3 دايمنشن اللي هو اللينث والويدث والهايت. يبقى ده كده الايه مراجعه سريعه على القوانين بتاعه الايه الكيوبويد. طب تعالوا كده لو انا عندي كده ده كيوبويد الدايمنشن بتاعته ده 6 وده 2 والهايت بتاعه 4، يبقى اللينث 6 والويدث 2 والهايت 4. طب لو عملنا افراد للايه للكيوبويد ده فردناه، يعني فردنا الاوجه بتاعته، فهنلاقي شكله كده. تمام، الاحمر ديت هي عباره عن كل الاوجه الجانبيه اللي موجوده في الجنب بتاعته. تمام، والاخضر دول هم عباره عن التوب اند داون فيسز، يعني الفوق القاعدتين بتوعه، القاعده اللي فوق والقاعده اللي تحت. طيب يا حلوين، طيب دي كنا بنسميها ايه او هنسميها ايه؟ ديت الحمراء ديت هنتفق ان هي دي عباره عن اللاترال اريا. تمام، هنديها رمز كده اللي هي اللاترال اريا اللي هي المساحه الجانبيه. يعني انا لو جبت الاريا بتاعه ده وزودت عليه الاريا بتاعه ده وزودت عليه بتاعه ده وزودت عليه بتاعه ده، يبقى انا كده جبت اللاترال اريا. تمام، وبيقول لي بقى لو زودت اللي هم اللي لونهم اخضر دول اللي هي داون اند توب بيزز، تمام، يبقى انا كده هطلع التوتال اريا. تمام، طب تعالوا نشوف. يبقى الاحمر دي كده هنتفق اتفاق ان هي ديت اللاترال اريا المساحه الجانبيه، والتوتال اريا عباره عن ايه بقى؟ عباره عن التلات حاجات دول اللي هو التوب والداون واللاترال اريا. يعني انا التوتال اريا لو انا عايز اجيبها لازم اجيب اللاترال اريا الاول وبعد كده ازود عليها التوب اند داون بيس. تمام، يبقى الاريا بتاعت التوب والاريا بتاعت الداون ازودهم على اللاترال اريا، يبقى كده هيطلع لي التوتال اريا. تمام، طيب تعالوا نشوف كده. احنا عايزين نشوف القانون بتاعي جه ازاي. انا ممكن اديكم القانون على طول نحفظه، بس احنا عايزين نعرف القانون جه ازاي. طب ده عندي الكيوبويد اهو، عملنا افراد للايه للاوجه الجانبيه، بقى عندي ده كده 6 و 4. طبعا عارفين ان هنا هياخد البعد 4 لان انا بجيب الجنب، يبقى 6 و 4 يبقى كله 6 و 4.
تمام. بس هنا ده 6 واللي فوق 4، وهنا يبقى 2، لان انا بجيب الايه الريكتانجل اللي في الجنب دوت، وبعد كده دوت اللي هو قصاد دوت الناحية التانية، ودوت اللي هو قصاد ده هنا كده، تمام. يبقى انا كده لو انا جبت الاريا بتاعتهم بتاع كل واحد، عارفين طبعا الاريا لينس ملتبلاي الويدز، يبقى ده 4 في 6 وهنا 4 في 2 وهنا 4 في 6 وهنا 4 في 2، يعني ضربت البعدين في بعض، تمام. عارفين طبعا هنا الفور ديت ماشيه معايا في كل، يعني دي 4 وده 4 وده 4 كمان، تمام. طيب بعد كده لو انا عايزه اجيب بقى اللاترال اريا اللي هي المساحه الجانبيه، هجيب دوت هجمع دول كلهم مع بعض. فانا دلوقتي كتبتهم اهوت كلهم، ادي عندي ال 4 في 6 وال 4 في 2 وال 4 في 6 وال 4 في 2، بس خدنا بالنا ان ايه، ان في هنا ال 4 مشتركه في كل، صح. يبقى كنا ايه خدنا احنا اللي في اليونت ال 1، يونت 1 اللي انا كنت بعمل ايه، ممكن اعمل هنا ايه، اخد ال 4 بره هاي كومن فاكتور اللي هو الديستريبيوشن، لما كنا بنعمل ديستريبيوشن. فانا هاخد هنا ال 4 بره، وهيتفضل لي جوه بقى ايه 6 بلس 2 بلس 6 بلس 2. تعالي نشوف اهوت، انا كده دلوقتي اخدت ال 6 عندي بره، تمام. فعمل لي ايه، او خدت ال 4 معذره، اتفضل لي بقى ايه كل الارقام التانية اللي هي 6 وال 2 وال 6 وال 2. طب يا حلوين، ال 6 دوت اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن الهايت، اكسلنت. يبقى ال 4 قصدي، يبقى ال 4 دي عباره عن الهايت، وال 6 بلس 2 بلس 6 بلس 2 هي عباره عن ايه؟ مين اللي يقول لي؟ excellent، اللي هي دي عبارة عن البارامتر بتاعة البيز، لأن فاكرين البارامتر اللي هي المحيط، كأني بجيب خيط كده وبلف حواليه. يعني أنا هجمع 6 بلس 2 بلس 6 الناحية التانية بلس 2، تمام. يبقى دي كده البارامتر اوف بيز. طب تعالوا نشيلهم ونستبدلهم ونحط مكانهم اللي إيه المصطلحات اللي احنا قلناها ديت. يبقى اللاترال اريا اللي هي الايه ايكوال ال 4 ملتبلاي الرقم ده، يبقى ال 4 ديت هي عبارة عن الهايت، تمام، والتاني ده عبارة عن البارامتر. طب تعالوا نشوف القانون بقى هيبقى ايه. يبقى اللاترال اريا عبارة عن الهايت ملتبلاي البارامتر اوف بيز، تمام. يبقى كده هو ده القانون بتاعي. عرفنا جه ازاي؟ بالايه، بالخطوات اللي احنا عملناها فوق ديت. طيب يبقى الايه الفور هو الهايت، ودوت عبارة عن البارامتر بتاعة الايه البيز. يبقى الفور ديت اللي هي عبارة عن الهايت، والاي والرقم دوت اللي هو عبارة عن البارامتر اوف بيز، تمام. تعالوا نعمل نشوف الرقم هيطلع ازاي. يبقى انا عندي دوت ايكوال 16، 4 ملتبلاي 16 هيدينا ايه 64. طيب تعالوا نكمل. يبقى انا القانون بتاعي هو عبارة عن ايه؟ يبقى ده القانون الاخير خالص، ان هو اللاترال اريا ايكوال البارامتر اوف بيز ملتبلاي الهايت. انا بدلت بس، جبت ده الاول وجبت ده هنا، يعني عادي، لان احنا عارفين عملية الايه الملتبلاي، عادي ان انا ممكن اعمل عملية ايه كوميوتاتيف اللي هو عملية التبديل، تمام. يبقى انا عندي دلوقتي يبقى هو ايكوال بارامتر اوف بيز ملتبلاي الهايت. نحفظ القانون ده كويس، تمام. طيب تعال نكمل. احنا دلوقتي جبنا اللاترال اريا، تمام، قلنا اللي هو الاحمر ده. طب لو انا هزود عليها بقى مين؟ تعالوا نكمل. يبقى انا هزود عليها بقى الاخضر اللي فوق دوت واللي تحت، اللي هي التوب اند داون، او الايه، يبقى اللي فوق القاعدة اللي فوق والقاعدة اللي تحت. يبقى انا كده هطلع مين؟ التوتال اريا. طب اللي فوق دوت عبارة عن ايه؟ دايمنشن بتاعه كام؟ اللي فوق دوت كان عبارة عن 6 و2، لان 2 ديت قد اللي تحت ديت، يبقى 2 زي ديت يبقى 6 و2، واللي تحت برضو هيبقى 6 و2. يعني انا لو جبت واحدة بس لازم اضربها في 2 عشان يبقى ده مجموع القاعدتين، تمام. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب التوتال اريا او المساحة الكلية اللي هي مساحة الاوجه كلها على بعضها، يبقى لازم اجيب اللاترال اريا اللي هي داير ما يدور كده، تمام، وبعد كده ازود عليها اللي فوق وازود عليها ايه القاعدة اللي تحت ديت، تمام. طيب اللاترال اريا عرفنا ان هي جبناها ازاي، واللي فوق واللي تحت اجيب واحدة بس واضربها في 2، لان احنا عارفين الاتنين زي بعض، هما الاتنين طلعوا 12، تمام. طيب يبقى التوتال اريا عبارة عن اللاترال اريا بلس الاريا اوف بيز هي واحدة ملتبلاي 2، يبقى انا كده جبت الاتنين، تمام يا حلوات. طيب يبقى التوتال اريا، تعالوا نشوف احنا لسه جايبين دلوقتي اللاترال اريا كانت 64 بلس ديت عبارة عن الاريا بتاعته ب 12 ملتبلاي 2، يبقى الناتج عندي يبقى دي فوق اللي هي البيز اب واللي هي البيز داون، القاعدة اللي فوق والقاعدة اللي تحت. طيب عارفين طبعا ان انا هنا لازم اعمل المالتيبليكيشن الاول، تمام،
ما ينفعش ان انا اجمع هنا وبعد كده اعمل مالتي بلاي، يبقى لازم اعمل هنا دلوقتي المالتي بلاي اللي هو 24 وبعد كده ازود عليه 64، يبقى كده التوتال اريا ايكوال 88 سنتيمتر سكوير. عارفين طبعا ان اليونت بتاعه الايه الاريا هي عباره عن سنتيمتر سكوير، وما ننساش نكتب الايه اليونت. طيب يبقى ده القانون بتاعي الاخير، ان التوتال اريا هي ايكوال لاترال اريا بلس الاريا اوف بيز مالتي بلاي 2. تمام، يبقى ديت القوانين، ملخص القوانين بتاعتنا. اللاترال اريا ايكوال البارامتر اوف بيز مالتي بلاي الهايت. التوتال اريا عشان اجيبها لازم اجيب الاول قبلها مين اللاترال اريا، اللي هي عباره عن لاترال اريا بلس الاريا اوف بيز مالتي بلاي 2. طبعا القوانين دي تتحفظ زي اسمنا، بجانب القوانين القديمه اللي احنا اخدناها قبل كده بتاعه البارامتر بتاعه ايه كل الاشكال اللي احنا اخدناها قبل كده. طب تعالوا نشوف اكزامبل سريع كده. بيقول لي ايه الكيوبويد اتس لينث اذ 6 سنتيمتر، يبقى اللينث بتاعه 6 والويدز 4 اند الهايت ايكوال 5، فايند لاترال اريا اند توتال اريا. طيب اللاترال اريا عارفين القانون ايه، هي عباره عن البارامتر اوف بيز مالتي بلاي الهايت، يبقى انا لازم اجيب له الاول البارامتر اوف بيز. طيب عارفين طبعا البارامتر اوف بيز هو عباره عن ايه، البيز بتاعته عباره عن ريكتانجل. طب البارامتر بتاعه الريكتانجل هي عباره عن ايه حلوين؟ البارامتر بتاعه الريكتانجل اللي هي اللينث بلس الويدز مالتي بلاي 2، يبقى اكسلنت. يبقى انا اجيب الاول البارامتر بتاعه الريكتانجل، نعمل سبستيتيوشن نعوض، يبقى 6 بلس 4 لان ده كده اللينث وده الويدز مالتي بلاي 2 هيدينا كام؟ 20 سنتيمتر. طيب بعد كده هعمل ايه؟ بعد ما اجيب الايه البارامتر على طول بقى هقوم قايله له لاترال اريا عباره عن البيز او البارامتر في الهايت، يبقى البارامتر عباره عن 20 مالتي بلاي 5 اللي هو الهايت، بعد كده هيطلع لي كام؟ 100 سنتيمتر سكوير. يبقى انا كده جبت له اللاترال اريا. طيب التوتال اريا هي عباره عن ايه؟ لاترال اريا بلس اريا اوف بيز مالتي بلاي 2، يبقى انا لازم اجيب له الاريا اوف بيز. الاريا اوف بيز هي عباره عن ايه؟ اكسلنت، اللينث مالتي بلاي الويدز لانه عباره عن ريكتانجل، يبقى انا هقول له الاريا عباره عن 6 مالتي بلاي 4 ايكوال 24. تمام، وبعد كده هقوم قايله له قانون التوتال اريا هو عباره عن التوتال اريا عباره عن ايه؟ التوتال اريا عباره عن اللاترال اريا بلس الاريا اوف بيز اللي انا لسه جايباها فوق اهيت مالتي بلاي 2. تعالوا نعمل سبستيتيوشن تعويض بقى، نشيل كل حاجه ونحط مكانها القيمه بتاعتها. اللاترال اريا انا لسه مطلعها فوق ب 100 اللي هي 100. تمام، بلس كام الاريا اوف بيز اللي هي عباره عن 24، يبقى 24 مالتي بلاي 2. طيب اتفقنا لازم اعمل هنا المالتي بلاي الاول، يبقى ده عباره عن 48 وال 100 يبقى السميشن بتاعهم 148. تمام، كده ان احنا خلصنا القوانين بتاعه الدرس. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنحل الاكزامبل اللي موجوده على الدرس ان شاء الله. تمام، يبقى انا عندي كده القوانين اللي انا استخدمتهم ايه في الحل.